ليس في العمل الثوري أخطر مما يقوم به أحد مقاتلي الجيش الحر في جبل الأكراد بريف اللاذقية. في هذا المنزل سقطت قذيفة أطلقها جيش الأسد ولم تنفجر، تسارع إليها سرية الهندسة في إحدى كتائب الجيش الحر لتفكيكها والاستفادة منها في عملياتهم ضد حواجز جيش الأسد. العمل خطير ومحفوف بالموت، ذلك لأن خطأ صغيرا قد يرتكب سيؤدي إلى انفجار القذيفة. تنجح عملية التفكيك ويحين دور المخبر لوضع بعض التعديلات. الله أكبر. قذيفة الدباب 72 تي 72. نحن وضعف الكاميرا عم نلجأ للمستخرج حتى زحف اللي عم يضربنا فيها النظام، عم ناخذ منها بعض التي ان تي هيك عم نشيلها من القذيفة، بنحولها لهي المادة لقوالب تي ان تي ونحن بنخلي السرعة عندنا بنضرب إمكانياتها. من القذيفة تلك تستخرج مادة التي ان تي شديدة الانفجار، يصنع منها قنابل يدوية يستخدمها عناصر الجيش الحر في الاشتباكات والمواجهات مع قوات الأسد. لا يقف الأمر عند ذلك الحد، فأمام القذيفة طور آخر من العمل لتصبح لغما قادرا على تفجير دبابة وحرقها. طبعا هاي القذائف مصدر الجيش الأسد، هي قذائف ما لها انفجار. أول حركة عملناها بنفكين الصمامات تبعيتها، وهلا بدنا نحاول نحفر حفر جديدة للصمامات وللصواعق اللي احنا بدنا نستخدمها. طبعا احنا عم نحولها من قذائف عم نحولها لألغام. هلا كل عقبة عم نحفر فيها حفرتين مشان بالنهاية نحط فيها صاعقين لنضمن انه اذا ما انفجر احد الصواعق وكان مضروب راح نفجر بالتاني. لكسب مزيد من الثقة يقوم عناصر الجيش الحر بإجراء تجربة على إحدى القذائف المعدلة لاختبار قوتها وشدة انفجارها. هاي رسالة للنظام انه هاي هي قذائفك، نحن عم نسوي فيها هيك ألغام، وبإذن الله فاعليتها أقوى من قذائفك يا بشور. لم يكن انقطاع الدعم الدولي وضعف الذخيرة والتسليح ليدعو عناصر الجيش الحر للاستسلام، بل يبتكرون آليات جديدة في القتال ليضمنوا البقاء على خط المواجهة التي تعني حياة لهم ولأهلهم. يخوضون المعركة بسلاح عدوهم مرتين، مرة إذا غنموه ومرة إذا حاربوه بقذائفه. شبكة شام الإخبارية، إعداد صهيب الخلف وأبو الحسن، ريف الله.